أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تعد الروابط التي تجمع بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة نموذجا للعلاقات الأخوية الراسخة والصلات الوثيقة التي تسود بين الدول الشقيقة، نظرا لأواصر كثيرة تجمعهما، لا سيما التاريخ واللغة والدين ووشائج الأخوة والقربة. وما زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدولة قطر الشقيقة في زيارة دولة إلا دليل على عمق ومتانة هذه العلاقة بين بلدين وشعبين شقيقين. وحول هذا الموضوع مشاهدينا، يسعدني أن أرحب بضيفتي في الاستوديو الباحثة في الشؤون الآسيوية الدكتورة نورة المجيم. مسي عليك بالخير، حياك الله معنا. مرحبا فيكم. بالبداية دكتورة، حدثينا عن أهمية زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى دولة قطر، وما هي أبرز المواضيع التي تطرق لها البيان المشترك الذي صدر قبل ساعات قليلة؟ يعني تعد زيارة صاحب سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه لدولة قطر يعني زيارة مهمة جدا في هذا التوقيت، في هذا الوقت الذي يمر في منعطفات خطيرة وذات حساسية، في صراعات وتوتر في منطقة الشرق الأوسط. تعتبر الزيارة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم والرابعة خليجيا لدولة قطر. نشهد اليوم تلك الزيارة بهذه الحفاوة والترحيب من قبل جانب بلد الشقيق دولة قطر لدولة الكويت ودعمها للكثير من العديد من القضايا ومجال التعاون والاستثمار في العديد من المجالات. هذه بالفعل زيارة مهمة تبث وتتميز بها دولة الكويت، تحديدا سياسة الكويت، السياسة الخارجية الكويتية التي تأخذ منحنى ومنهج جديد كمنهج استباقي يعتمد ويمتد لموضوع الحسم والاستباقية في السياسة الخارجية الكويتية. يعني الكويت الآن تأخذ نوع من الريادة والقيادة سواء إقليمية ودولية، فتعتبر هذه الزيارة بالفعل مهمة لكلا الدولتين الشقيقتين. نعم دكتورة نورة، قرأت ما جاء في البيان الختامي المشترك لزيارة حضرة صاحب السمو، أبرز ما جاء في هذا البيان من قراءتك لها؟ نعم، يعني ذكر البيان عدة أمور، يعني كان أبرزها موضوع والتأكيد على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وسيادة دولة الكويت وحفظ أراضيها، أيضا ترسيم استكمال لترسيم الحدود البحرية ما بعد علامة 162. يعني أيضا كان هناك تأكيد من قبل القيادة القطرية ودعم لدولة الكويت في تلك استكمال تلك التراسيم الحدودية في خصوصا الحدود البحرية. بمعنى أيضا التركيز على موضوع حقل الدرة. صحيح. حقل الدرة يعني التأكيد على أنه يعود ملكيته لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط. أيضا بالنسبة لي أيضا ذكر بالبيان الختامي موضوع تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين واستكمالا لمجال ومنظومة مجلس التعاون الخليجي. نعم دكتورة، يعني النقطة اللي ذكرتيها في البيان الختامي حول تحديد الحدود الملاحة البحرية في خور عبد الله وأيضا حقل الدرة، هذا جاء صراحة في أغلب البيانات ما بين الزيارات الأخيرة. ماذا يعني أو دلالة ذلك في صدور بيانات بين الزيارات الأخيرة لصاحب السمو في دول الخليج على ذكر هذه النقطتين الهامة؟ يعني هو تكامل خليجي وتوحيد رؤى لكلا البلاد على أهمية احترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها. وقوف دول الخليج مع الكويت. نعم، هو تكاتف وهو منطلق رؤية المنظومة الإقليمية وهي منظومة خليجية لمجلس التعاون الخليجي، تكاتف جميع الدول لوحدة أراضيها وتعاونها فيما بعد سواء في مجالات الأمنية في حفظ استقرار أمن الدول وبعدها عن تلك الصراعات، أي صراعات قائمة. نعم، أيضا في البيان الختامي ذكر الاستثمارات ما بين الكويت ودولة قطر في سنة 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين تقريبا 1.94 مليار
يعني دولار حول هذه الاستثمارات ما بين الدولتين. رأيك في هذه التبادل التجاري والجانب الاقتصادي بين الكويت وقطر؟ تعد دولة الكويت الشريك الثاني عشر بالنسبة لدولة قطر عالميا. أيضا هناك تعزيز وعلاقات ثنائية بين البلدين، يعني حجم التبادل بالفعل في نمو وتطور قائم. أيضا بالنسبة عدد الشركات التجارية سواء كانت الكويتية عددها يفوق 170 شركة كويتية في دولة قطر، وأيضا من الجانب القطري هناك شركات قطرية كويتية بالكويت تعد 656 شركة، جميعها تصب في المجال التجاري والاستثماري كلا البلدين. بالفعل هناك تطور وأفق في توسيع أفق الاقتصادية لكلا الدولتين فيما يعود بخدمة ومصالح الدول وشعوبها. نعم، أيضا لا ننسى أيضا في البيان الختامي أيضا تطرق حول القضية الأساسية المبدئية لدولة الكويت، وأيضا من القضايا أو الاهتمامات الدائمة لدولة الكويت في أي لقاء يعني دولي أو مؤتمر أو قمة، كانت دائما لا تخلو كلمة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخصوصا من الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وأيضا أشاد بالدور الذي تلعبه قطر في حول الوساطات التي تقوم بها في الآونة الأخيرة من يعني وقف الهدن، وأيضا من مساعدة في الهدن والوساطة بين الجانبين، وأيضا حتى تبادل الأسرى. نعم، هناك توافق وتقارب بين قيادتين سياسيتين لكلا الدولتين، دولة قطر ودولة الكويت، في موضوع دعم القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وتلك الإبادة التي متمرسة من قبل الجانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وكافة القطاعات، وهذا التهجير القسري الذي تنتهجه الكيان الصهيوني بحق تلك المدنيين ومن أطفال ونساء. يعني كما رأينا نحن ندخل في عدة أشهر قاربة الخمس أشهر تقريبا عدد القتلى يتزايد، و يعني وهناك صعوبة في مرور تلك المساعدات. فكان يأتي اليوم البيان الختامي وفي تلك الزيارة تقارب سياسي لدعم القضية الفلسطينية، إحدى الملفات المطروحة والمهمة في الشرق الأوسط والتي تؤثر بالفعل على جميع الدول إذا امتدت هذا الصراع بالفعل. إذا ما هو الإطار العام الذي يمكن أن نضع فيه زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إلى دولة قطر الشقيقة؟ إطار عام أو عنوان عام لهذه الزيارة؟ زيارة استباقية وحاسمة للسياسة الخارجية الكويتية لدولة قطر بالفعل. نعم، ولجميع الدول الخليجية، يعني الكويت هي سباقة في الريادة وفي القيادة السياسية وتلك الدبلوماسية التي تتميز بالتناغم مع دول الخليج العربي. وأيضا هناك علاقة خاصة أيضا وضاربة عبر التاريخ بين دولة الكويت وقطر، وأيضا نتكلم عنها بشكل تفصيلي أكثر. ما هي الأسس التي ساعدت على رسوخ هذه العلاقة الخاصة منذ بدايتها برأيك؟ يعني منذ بدايتها نتكلم عن حق العلاقات القطرية الكويتية، يعني هي مبنية على أسس قوية أواصرها الأخوة ووحدة المصير المشترك، علاقات ثنائية ذات عمق تاريخي ومتجذرة بين البلدين، هناك مصاهرة ووحدة بالأهداف والرؤى الاستراتيجية، سواء رؤى التكامل الاقتصادي هي من منطلق التكامل دول مجلس التعاون الخليجي، أيضا هناك أهداف ورؤى مستقبلية مشتركة تجمع البلدين. هناك علاقات ووقوف من الجانب دولة قطر للجانب الكويتي. الكويت مرت بعديد من الأزمات منها غزو العراق الغاشم، كان هناك دعم للشرعية الكويتية واحتضانها للكويتيين في تلك الأزمة. أيضا من قبل دولة الكويت كان هناك دور ريادي وانحيادي وفي حل الأزمة الخليجية أيضا، وعودة العلاقات الخليجية فيما بينهم أيضا. يعني هناك علاقات كثيرة في عدة مجالات سواء رياضية وثقافية وتجارية واستثمارية،
يعني أذكر على سبيل المثال هناك اتفاقية أو هي لجنة عليا مشتركة بين البلدين يعني أنشئت في 2002 وتعد من الأسس المهمة بين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وتنعقد دوريا وسنويا. آخر دورة انعقدت لها كان هناك الكثير من عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج مشتركة بين البلدين. نعم، إذن دكتورة نورة المجيم ابقي معنا، سوف نذهب معكم مشاهدينا إلى الطرف الآخر من الاستوديو مع الزميلة مناير القلاف. مناير تفضلي. شكرا لك سعود ولضيفتك الكريمة دكتورة نورة. طبعا اليوم نحن في هذه التغطية الخاصة والمميزة لزيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى دولة قطر الشقيقة. هذه العلاقة التي تربط دولة الكويت بدولة قطر الشقيقة عميقة ومتجذرة، لذلك لاقت زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أصداء واسعة عند الرأي العام القطري الذي رحب سموه رعاه الله. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهواء الكاتبة في صحيفة العرب هند المهندي. أستاذة هند أهلا بك، وبداية هل لك أن تطلعين أكثر عن أصداء هذه الزيارة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى دولة قطر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نمسي عليكم من مساءات الدوحة الجميلة. طبعا دولة قطر قيادة وحكومة وشعب في غاية الفرح والابتهاج بهذه الزيارة السامية من سمو أمير دولة الكويت الشقيقة للدوحة. مستوى الترحيب طبعا الرسمي والشعبي واضح من خلال استعداد العاصمة القطرية الدوحة لاستقبال ضيفها الكريم بتزين شوارعها بالأعلام وميادين بإعلام دولة الكويت الشقيقة، وتفاعل وسائل الإعلام المحلية والخليجية بهذه الزيارة التي أسعدتنا جميعا. أستاذة هند، برأيك كيف تشكل هذه الزيارة خاصة أنها تعتبر بوابة جديدة نحو تعاون مستقبلي، كذلك ترابط جديد، تعزيز أكثر للعلاقات الأخوية في مجالات مختلفة ما بين البلدين الشقيقين، فكيف تقرأينها أستاذة هند؟ طبعا كما تعلمين عزيزتي العلاقات بين البلدين وطيدة وعميقة ومتجذرة من بعمق التاريخ المشترك، وهي تحمل وحدة الهدف والمصير. وتجسد هذه الزيارة أيضا انعكاس لروح المحبة والتلاحم والترابط بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين في إطار منظومة دول مجلس التعاون الخليج العربية، باعتباره هو البيت الكبير اللي يضم كل دول مجلس التعاون الخليجي معا. أما المستقبل ومستقبل العلاقات أكيد هو مستقبل مشرف ومشرق ومشرف بإذن الله، وأكيد ستشهد مشاريع عديدة نموا ملحوظا مثل خط الدوحة والكويت اللي سيسهم في زيادة عدد المسافرين بين الجانبين، بعد خاصة بعد نجاح القطري في مونديال قطر فيفا 2022 وكأس آسيا كرة القدم 2023. طبعا أيضا هناك بيكون راح زيادة في التعاون الصناعي بين البلدين، قيام البلدين بالعديد من الشراكات، شراكات كويتية حكومية، استثمارات في مشاريع قطرية، تعزيز أيضا المناخ الاستثماري في العديد من القطاعات والأعمال، بما يحقق أهداف التعاون وتعزيز المشاريع العملاقة والمشتركة بين البلدين. نعم، كل الشكر لك الأستاذة هند المهندي على هذه المداخلة. وننتقل الآن مشاهدينا إلى الطرف الآخر من الاستوديو إلى سعود ليكمل بقية الحوار مع ضيفتي الكريمة. كل
كل شكر لك مناير ولضيفتك الكريمة الكاتبة في صحيفة العرب هند المهندي. ونعود معكم مرة أخرى مشاهدينا ضيفتنا في الاستوديو الباحثة في الشؤون الآسيوية والدكتورة نورة المجيم لاستكمال الحوار حول ختام زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة دولة. إذن دكتورة نورة، معدل الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين كبير على جميع المستويات، لاحظناها في السنوات الماضية. هل يمكن اعتبار هذا المعدل دليل واضح على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين؟ نعم، تلك العلاقات القطرية الكويتية يعني تتميز بالتقارب والخصوصية، ليست بس فقط على المستوى القيادي والرسمي لكل البلدين، وإنما هو على مستوى شعبي يشمل العديد من المجالات. يعني شفنا دولة الكويت وهذا وتفاوت وترحيب دولة الكويت في فترة مونديال كأس العالم في قطر في 2022، وهناك كان نوع من التبادل والتعاون بين الخطوط الكويتية الجوية وبين خطوط الجوية القطرية، يعني في رحلة المواطنين لتلك المباريات. أيضا هناك زيارات سياحية شاملة بين دولة قطر ودولة الكويت على مستوى شعبي ورسمي. جميعها يصب في أن تلك الزيارات تأتي ونوع من التقريب السياسي والاستراتيجي والاجتماعي لكل البلدين. يعني هذه الزيارات وعدد الزيارات هذه ووجود هالوفود وتبادلها بين البلدين هي تصب في عملية تعزيز العلاقات أكثر وأكثر وزيادة في عمقها. نعم، أيضا هذه اللقاءات التي ذكرتيها، وهناك علاقات دبلوماسية بين البلدين لها أهمية كبرى على أكثر من صعيد. دكتورة نورة، كيف تقيمين هذه اللقاءات والزيارات بالشأن الدولي وأيضا بالشأن الإقليمي حول عدة يعني مواضيع؟ دائما تتشارك الكويت وقطر في نفس الخط السياسي الدبلوماسي لها، كما رأينا في البيان الختامي تحدثوا بشكل مفصل عن قضية فلسطين وقطاع غزة تحديدا، وأيضا عن المساعدات الإنسانية أيضا تطرقوا لها بشكل تفصيلي. فهناك خط واحد تسير جنبا إلى جنب مع الشقيقة قطر. نعم، هذا التوافق في الرؤى بين القيادتين والتقارب في وجهات النظر على كافة الأصعدة. يعني أيضا ذكر في البيان الختامي حل الأزمة اليمنية حلا سياسيا أيضا، يعني هي من الأزمات والقضايا والملفات المطروحة والتي تؤثر على حفظ وأمن واستقرار المنطقة تحديدا. يعني أيضا التوتر في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتعرض الملاحة البحرية سواء للسفن الأجنبية وسفن الناقلات النفطية الخليجية، هذا أيضا يضر في مصلحة الجميع سواء الدول الخليجية، أن تتضرر تلك السفن النفطية ويعني تتأثر في عدة مليارات. يعني هذا يصب في جميع الدول سواء دول أجنبية أو خليجية تحديدا. أيضا هذا التوافق السياسي والقيادي بين الدولتين هو ينبع من رغبة لكل القيادتين أن يكون هناك تعاون وتعزيز لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعني أن يكون هناك دفع لتلك الصراعات عن منطقة الشرق الأوسط وبما يخدم مصالح كلا الدولتين. نعم دكتورة نورة، أيضا دولة الكويت وقطر تنشطان دائما في الشأن السياسي الإقليمي الدولي بصورة مشتركة في جميع القضايا المختلفة. كيف تقيمين تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا برأيك؟ أيضا تحدثت قبل قليل عن قضايا إقليمية كثيرة تمر فيها الشرق الأوسط حاليا من أزمات ومشكلات كبيرة، تحدثت عن البحر الأحمر، المناحة البحرية، عن قضية فلسطين بشكل خاص. تنشط قطر والكويت دائما في هذا الجانب
السياسي، ودائما الكويت تدعم قطر في يعني خطواتها التي تقوم فيها دبلوماسيا من يعني تبادل الأسرى وايضا من تقديم الهدن يعني وقف اطلاق النار. بالفعل كان يعني اشادت دولة الكويت بالدور القيادي اللي لعبته دولة قطر في موضوع الهدنة ووقف اطلاق النار في فلسطين وتبادل الأسرى، يعني كان بالفعل دور سباق وريادي لدولة قطر في ذلك وفي دعم حقوق الفلسطينيين الشعب الفلسطيني، وهي تحاول يعني مع دولة الكويت ودول الخليج جميعها في موقف كان موحد من قبل في القمم السابقة التي عقدت أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ودعم للقضية الفلسطينية وتسهيل وصول ممرات والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، يعني أهم القضايا التي طرحت وبالفعل كان لها دور قيادي سواء على كلا الدولتين، ولكن تميزت فيه دولة قطر بالفعل وشهدت فيه دولة الكويت في البيان الختامي. نعم، أيضا هناك شهدنا اليوم في استقبال كبير يليق بحضور صاحب السمو أمير البلاد في قطر، كيف ينعكس هذا الاستقبال والترحيب الكبير الذي شهدناه اليوم على عمق العلاقة بين البلدين متمثلة بقيادتيها؟ يعني هذا الحفاوة والترحيب من قبل البلد الشقيق دولة قطر لدولة الكويت لسمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه ما يدل على أن مدى عمق العلاقات السياسية و بين البلدين وهذه الشراكة التي تمتد منذ زمن يعني ماضي وليست هي بالحاضر، وإنما هي في أفق وتوسع في يعني لكلا البلدين. يعني أيضا شهدنا كان في أول ما برز في بيان الختامي هو تعزيز وحفظ الشراكة الاقتصادية والسياسية بين يعني هناك تعزيز للمنظومة الاستراتيجية، يعني المنطلق الاقتصادي والسياسي هو منطلق مشترك بين البلدين بالفعل، ويعني سعيدين في هذا التعاون أن يكون بين دولة قطر ودولة الكويت في على كافة المجالات أمانة. مثل ما ذكرتي على كافة المجالات نستفيد من بعض البعض، خصوصا أيضا ذكر أيضا في البيان الختامي حول يعني التعاون الأمني في جميع المجالات، ذكر أيضا في البيان التعاون الأمني في الأمن السبراني وأيضا في مكافحة المخدرات وفي أمور أمنية كثيرة، يستفيدون من الجانب الآخر من خبرات قطر وأيضا خبرات الكويت في تعزيز العلاقات الأمنية خصوصا في مكافحة الأمور الأمنية. نعم، كان هناك مساعي من دولة الكويت يكون ربط قاري ربط بحري بين دولة الكويت ودولة قطر لتفادي انقطاع الانترنت تحديدا بالنسبة ولحفظ والأمن السبراني بين البلدين. أيضا كان هناك مجال بالنسبة للمجال الأمني والعسكري، هناك تبادل في دورات مشتركة بين الدولتين، هناك العديد من الطلبة يدرسون كويتيون يدرسون في دولة قطر في الأكاديمية والقوات المسلحة في دولة قطر الشقيق، يعني هناك تبادل عسكري وأمني وجميعه يصب في حفظ وأمن حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم، هذه الزيارة أيضا أكدت ما كان موجود أصلا من علاقات قوية ومتينة بين قطر والكويت، لذلك نرى في البيان الختامي تم ذكر أيضا اللجنة التي ذكرتيها اللجنة التنسيقية العليا بين الكويت وقطر، وأيضا تنسيق أمني يزداد بعد هذه الزيارة وبحث الجانبين الكويتي والقطري في الأمور كافة الاقتصادية والأمنية وتعزيز العلاقة يعني المتجذرة أساسا بين الكويت وقطر. نعم، يعني أيضا في عدة مجالات أخرى، يعني اللجنة بالنسبة للجنة العليا المشتركة يعني في آخر انعقاد لها كان هناك عدة مذكرات تفاهم سواء كان في المجال تشجيع الاستثمار المباشر وفي مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين وفي مجال أيضا المجالات الزراعية المختلفة وفي مجال تنفيذ وصيانة الطرق وفي مجال الخدمة المدنية وفي تنمية المعاملات الإدارية أيضا، يعني كان هناك عديد من المجالات تلك اللجنة كانت يعني هي توأمة بين البلدين
في كافة المجالات تسعى من خلالها أن يكون هناك توافق أكثر بين البلدين. يعني هذه المجالات أيضا هي اتساع والأفق أكثر وتعاون أكثر بين البلدين في عدة مجالات أخرى أيضا. نعم، إذن كل الشكر لضيفتي، كانت معي في الاستوديو مشاهدينا الباحثة في الشؤون الآسيوية دكتورة نورة المجيم، شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في هذه التغطية. شكرا لكم، يعطيكم العافية.